وبعدين شافوا العداوة اللي انتشرت بين الأهل والجيران، وانهيار الشوارع والبيوت اللي عاشوا فيها كل عمرهم مع بعض. وبكل هاي الظروف الصعبة، فوشكا وأدميلا تمسكوا بأهم شغلة، يلي هي الحب. وبقوتوا انتصروا، قاوموا كل شي مع بعض. ونحن ميرنا وخليلي عمري رح نتمسك بحبنا. شو صار؟ ليش هيك وجوهكن؟ صار شي لميرنا؟ ما بصير يتعب كتير من فضلكم. ماتت يعني؟ ساهر. Gözlerini uzatmışmış ellerini saklamaz yüreğini zaman gibi sessiz uyuyor bu dünya dipsiz bir kuyu pamuktan kalbin solmadan hayat yüzüne vurmadan yavrum bu dünya dipsiz bir kuyu. صباح الخير.